لكن شوف العالم كله اليوم يسأل عن أخبار هذا الرجل، ماذا فعل هذا الإنسان؟ عنده علم لكن ليس بالعلم كغيره من العلماء، يمكن عنده منصب، إيش عنده؟ أي منصب عنده؟ ورئيس لجنة صارت جمعية. بس ليش العالم كله اليوم يتساءل عن أخباره وصحته؟ بل في ليلة مرضه التي انتشرت، من دخل إلى الشبكة العنكبوتية ولتويتر بالذات ما وجد أحدا يتحدث إلا عن هذا الرجل الجبل، بل ملايين في أفريقيا في تلك الليلة اهتزت وأيتام بكوا وأرامل أقمنا الليل دعاء له، وفي صلاة الفجر الناس يدعون له ويقنطون له هنيئا لرجل لا زال على فراش المرض والناس يدعون له بالخير. ماذا فعل؟ فعل ما ترك شيئا لنفسه. أعطي جائزة، جائزة الملك فيصل 1,000,000 ريال، ما يقارب أكثر من 70,000 دينار كويتي، في وقتها تسوى اليوم يمكن 1,000,000. اليوم الدينار ما يسوى، لكن في زمنهم قبل سنوات طويلة، تعرف كم أخذ منها وكم تصدق بها؟ أخذ منها صفرا وتصدق بها كلها. يقول لي بيني وبينه، يقول البخيل من أبنائي من ينفق نصف ماله لله، هذا نعتبره البخيل فينا. عود أبنائه، عود أهل بيته، جلست زوجته في كندا في دراسته سنوات معه وهي بنت عائلة وعندها خير، لكن تصدقت به وظلت سنوات لا تملك إلا 4 أثواب. هذه المرأة الفاضلة التي هي وراء هذا الرجل أيضا، والأبناء الصالحون الذين ضحوا بحياتهم بأموالهم بوظائفهم لله جل وعلا، الآن سيخرج من الدنيا كما يخرج غيره. من منا سيخرج بأمواله بكنوزه لكن سيبقى رصيده إذا أتى عند الله. أمواله وجهاد وقته ودعوته تسببت بإسلام أكثر من 10,000,000 إنسان. بعض ما يصدق، لا صدق، 10,000,000 هذه أشخاص، ما بالك بذرياتهم. إلى أن تقوم الساعة كل أعمالهم في ميزان من؟ ميزان هذا الرجل الصالح الذي نسأل الله عز وجل أن يشفيه ويعافيه. ربما تطول به الحياة فيأتي إلى هذا المسجد مرة أخرى، وربما يقدر الله عز وجل أمرا آخر، وربما يجلس هو مريض منذ زمن طويل، لكن لا يكف عن الذهاب وعن الدعوة. يقول لي أحيانا أمشي في مستنقع لا يظهر إلا رأسي، أنا وبعض أصحابي ندخل مستنقعا فيه الله أعلم من الدواب والهوام، ربما تماسيح، ربما ثعابين، غير الحشرات وغير. يقول نضطر ندخل المستنقع لنجوزه لأن هناك قرية نبلغها دين الله عز وجل، لا يبالي. ومع هذا في نهاية الأمر بين أهله وبين أولاده يقدر الله ما قدر. ترى توقف قلبه 10 دقائق، 10 دقائق بلا قلب، لكن الله عز وجل أبقاه ربما بدعاء الصالحين. حتى يقول الطبيب يعني هو كان مفروض ميت، مستحيل أنه يبقى يعني، لكن الله عز وجل يبقيه. أول ما استيقظ من غيبوبته قبل 3 أيام أول كلمة أريد أن أصلي، ائتوني بوضوء فإن لم يكن أريد أن أتيمم. أين القبلة؟ يريد، ما سأل عن أحد ولا سأل عن شيء، سأل فقط عن الصلاة، الصلاة، الصلاة. يكلمونه عن صحته لا يبالي، أول شيء أصلي بعدين. هذا الرجل ما ثبته الله وأبقاه وجعل ذكره الحسن إلا بإنفاقه. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه.